تحية لكم مشاهدينا، حلقة جديدة من قضايا تشريعية ومناقشة لموضوع تشريعي جديد. في هذه الحلقة نتحدث عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، حيث وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون. وكان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد أحل في نهاية أكتوبر الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس. مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية ترتكز فلسفته على أن الدولة تتبنى منذ نحو 3 سنوات مشروع لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية. في هذه الحلقة معنا المهندس روماني شكري رزق الله، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. بنرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير وبعده نبدأ في مناقشة الموضوع. يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية. وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى تيسير تقديم الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها، إلى جانب تقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية اللازمة والدعم الفني المطلوب لضمان نجاح الصندوق المقترح إنشاؤه. ويستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية، ويحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية وتحسين أداء المؤسسات. وينص القانون في مادته الأولى على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية، تكون له شخصية اعتبارية عامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أخرى داخل جمهورية مصر العربية. وحددت المادة الثانية أهداف الصندوق، فنصت على أنه يهدف إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية. أهلا بكم مرة أخرى، وبنبدأ حوارنا مع ضيفنا المهندس روماني شكري رزق الله، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. يعني موضوع يصب في اتجاه التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة منذ السنوات الأخيرة. نتحدث أولا قبل الصندوق عن بوابة مصر الرقمية وكيف تقدم خدمات رقمية إلى المواطنين، كيف أثرت بالفعل في دعم التحول الرقمي في مصر؟ بوابة مصر الرقمية فعلا هي نواة مهمة جدا للتحول الرقمي في مصر. وطبعا زي ما احنا كلنا عارفين الانتقال للعاصمة الجديدة والهاشتاج بتاع الجمهورية الجديدة هو مش هاشتاج ولا انتقال مكاني، هو انتقال تكنولوجي. فكان أهم ركيزة فيه هو بوابة مصر الرقمية. بوابة مصر الرقمية هي بتقدر تحط الخدمات الوزارية والخدمات الحكومية للمواطنين من خلال هذه البوابة، ودي طبعا بتسهل على المواطن جدا جدا، وبتلغي حاجتين مهمين جدا، الزمان والمكان يا فندم. وبقدر انا انظم الاجراءات واقدر انظم كل الحاجات، وبتسهل على المواطن انه يقدر يحصل على الخدمه بطريقه ميسره. وده كله طبعا نتاج رؤيه مصر 2030 اللي كانت اتوضعت في فبراير 2016، وابتدى يبقى فعليا على الأرض بخطوات متسارعة من 2017 في خطوات لهذا يعني. وده شيء مهم جدا، والصندوق ده هو صندوق هيقدر يصرف على الخدمات دي، ان انا اقدر ايسرها بطريقة او باخرى للمحليات، وبقدر من خلال حياة كريمة برضو
ان انا بقدر اوفر للمواطن هذه الخدمات في كل ربوع الجمهورية يعني. تمام. طيب إنشاء صندوق مصر الرقمية كيف يدعم هذه البوابة؟ طبعا ده داعم لفكرة التحول الرقمي كلها يا فندم. تمام. التحول الرقمي هو مش بوابة وبس كمان يا فندم، هو أنا ببقى محتاج إنفراستراكشر، ألياف ضوئية، وعشان أقدر وإنترنت، وإحنا شفنا الدولة وهي بتطلق طيبة واحد، وده مهم جدا إنها بيديني برود باند. كل ده بيساعد بنية متكاملة بتقدر تحقق لي عملية التحول الرقمي، وكل الأشياء دي تقدر إزاي أنا أقدر من خلال هذا الصندوق أصرف على هذه الخدمات. طبعا ده موجود في خطة الدولة وفي الموازنة العامة، لكن في بعض الأشياء اللي تقدر تساعد وتساهم في ده، فالصندوق هيسهم في ده بطريقة مهمة جدا. وطبعا هيصدر لي لائحة تنفيذية تقدر تنظم وتحدد، وطبعا ده دلوقتي في مجلس الشيوخ ويتحول لمجلس النواب ويقر بإذن الله. يعني أهمية وجود تشريع أو قانون ينظم آليات عمل هذا الصندوق، يعني هو استكمال لهيكل التحول الرقمي من الناحية القانونية والتشريعية، أهمية ده إيه؟ طبعا يا فندم التشريع هو أهم شيء يعني. إحنا دايما محتاجين التشريع عشان يسن آليات وقوانين وضوابط صحيح اللي هي بتقدر تنفذ، من خلالها نقدر ننفذ التحول الرقمي. والتحول الرقمي هو جزء منه ليه دعوه بالفيرتشوال رياليتي والميتافيرس والاي اي ارتفيشال انتليجنس والانترنت اوف ثينجز. كل الحاجات دي كلها بتتكامل وتقدر تعمل لي تحول رقمي، ومن خلالها انا محتاج تولز كتير جدا وانفراستراكشر كتير جدا. فده طبعا من خلال الصندوق ومن خلال تشريع، لازم ده التشريعات بتاعتنا لازم تتوازى مع الخدمات التكنولوجية، تطور التكنولوجيا بالظبط كده. تمام. يعني ممكن حد يتساءل يقول ايه علاقة القانون بالتطور التكنولوجي والواقع الافتراضي وانترنت الاشياء، دي حاجة خاصة بالعلم اكتر او بالتكنولوجيا، لكن القانون لينظم التطوير المؤسسي بقى ومش كده وبس يا فندم. خلينا نقول انه ده العالم الافتراضي. زي ما العالم الفعلي ليه قانون بيجرم اشياء ويضبط اشياء وكذا وكذا، لازم هذا العالم الافتراضي وهذه التكنولوجيا يبقى ليها قوانين بتاعتها وضوابط. طبعا وضوابط بالظبط كده، واقدر احكم هذا الفضاء واقدر صحيح. انظمه، وده مهم جدا جدا. بل بالعكس ده شيء رئيس في التحول الرقمي، وده دي حاجات لازم تتوازى بعضها مع بعض، ويساعد في تحقيق الاهداف الايجابيه للتحول الرقمي لانه ممكن يساء استخدامه. طبعا يا فندم بص، اذا امن العقاب وسيء الادب يعني صحيح. يعني اعتذر عن ده، بس هو ده الواقع. فالقانون هو طول، ودايما بنقول دايما سن القوانين وكمان اليات تطبيقها. انا بهتم جدا باليات التطبيق، لان احنا عندنا كثير من القوانين لكن برضو على غير مفعل على ارض الواقع بالظبط يا فندم. احنا مهم جدا ان يبقى عندنا اليات تنفيذيه لهذه القوانين انها تفعل. وخلي بال حضرتك ده بيبوش العمليه التكنولوجيه مهم جدا، وانه هذا العالم الافتراضي يبقى له ضابط، وده صحيح. مهم جدا جدا قوي في الفتره الجايه. طيب انعكاس مشروع القانون على اداء المؤسسات في الدوله، ازاي تكون اكثر تطورا، اكثر كفاءه، اكثر فعاليه، اكثر خدمه للمواطنين؟ خليني ارجع يا فندم لرؤيه مصر 2030. رؤيه مصر 2030 كان ليها 8 بنود كبار جدا. البند السادس منها لو اذكر يعني جيدا، هو كان بيتكلم على اهميه التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية والإصلاح الإداري والمؤسسات الخاصة والنشاط الخاص الاقتصادي في الدولة، وكمان النشاط البيئي، وإزاي أنا أقدر من خلال كل ده أعمل تنمية مستدامة. واخد بال حضرتك تقدر تدفع بالدولة المصرية للأمام، وتقدر تعمل حاجتين مهمين جدا اللي هي ترانسبيرنسي، الشفافية. وازاي انا اقدر اقضي على الكوربشن، على الفساد، او بلاش اقضي، اقلل منه، يعني اقلص منه بطريقة كبيرة جدا.
فأهم حاجة في 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 إن أنا أقضي على الفساد وأضرب يد زي ما بيقولوا قوية جدا، إن أنا أنشئ بيئة متكاملة للتحول الرقمي في المجتمع، لأنه هو إزاي أنا أقدر يبقى عندي منظومة من خلالها بقدر أخلص كل احتياجاتي، والتحول الرقمي لا هينفع أشربه شاي ولا هيفتح صحيح الدرج. صحيح. وبالتالي هو بيقضي على الفساد الموجود بنسبة كبيرة قوي. وخصوصا في المحليات. طبعا طبعا يا فندم، المحليات هي معلش هي اللي هو التعامل المباشر بين الدولة والمواطن في كل شرايين الدولة. وهو احنا دلوقتي جزء من ان الحكومة تبقى انها تبقى عندها لا مركزية، احنا بنشوف في حياة كريمة انه ازاي بيتعمل في القرية والنجع وكذا مبنى لخدمة المواطن في كل الخدمات. طب ازاي انا اقدر اوصل ده واوصله؟ هو ده التحول الرقمي على فكرة، وهو ده الخدمات الحكومية الذكية ببساطة شديدة للسادة المشاهدين يعني. فهو ده وانشاء هذا الصندوق يساعد على ان انا اقدر اوفر كل الاحتياجات اللوجستية اللي هتطرق وكذا وكذا. طيب احنا عندنا الحقيقة موضوع ليه اكثر من شق، وهو الناحية الامنية والاستراتيجية، انه يكون في هناك قاعدة بيانات لكل مؤسسات الدولة للمواطنين، ما عشان اديهم خدمات لازم يبقى عندي بيانات ليهم. طبعا. ده مهم في ايه قبل ما نتكلم على باقي الجوانب الاخرى؟ بص يا فندم، البيانات هو المواطن، هو بياناته، هو الاي دي بتاعه. صحيح. بكل بقى بكل حاجه بعد كده هو بيحتاجها وكذا. فلازم، واحنا شفنا السيد الرئيس والقدسيه بتتكلم على عقل الدوله، وعقل الدوله اللي موجود في مكان امن في وبيشرف عليه اجهزه وكذا وكذا، ده مهم جدا. طيب المعلوماتيه دي يا فندم لازم تبقى مؤمنه، واحنا بنشوف دلوقتي السايبر اتاكس، الهجمات السايبرانيه، وتخيل بقى هذه المعلومات لو انا مش مأمنها. معلومات مهمة جدا، معلومات متخصصة، وشفنا برضو قادة سياسية وبتتكلم ازاي المعلومات دي هتبقى موجودة وموجودة في الدولة ومؤمنة بطريقة معينة، لا يجب الاطلاع عليها الا لجهات يسمح لها بهذا. وطبعا ده ينص عليه التشريع، برضو نرجع لأهمية التشريع وأهمية سن القوانين في ده. فده مهم جدا يا فندم، هذه البيانات مهم ان انا احافظ عليها وامنها، لان هو برضو عايز ارجع تاني حل لحضرتك فكره التحول الرقمي. هو 3 ليفلز، بيج داتا او داتا سنترز كبيره جدا بيشتغل عليها ارتفيشال انتليجنسي وانترنت اوف ثينجز، واخد بال حضرتك؟ ده بينشئ الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء. بالظبط كده. انا بترجم لحضرتك وانا بحاول برضو يعني اقول نعرب المصطلحات. وانا احنا يجب ان احنا نسمع الساده المشاهدين هذه المصطلحات ونقربها لذهنهم ونقربها لوجدانهم. صحيح. لانه ده مهم جدا، لان التكنولوجي كلنا بنتفاعل معاه. يجب، انا بقول ده منيو، لازم المنيو ده الكتالوج ده ابقى فاهمه واقدر اتفاعل معاه وابسطه، وده اهميه الاعلام واهميه تواجدنا مع حضراتكم يعني. تمام. طيب دي الناحيه الامنيه بخلاف الناحيه التكنولوجيه اللي اتكلمنا عنها. الناحيه الخدميه، انه منظومه التحول الرقمي بتصب ازاي في تسهيل وتسريع الخدمات المقدمه للمواطنين. المواطن هو قاعد في بيته، مجرد ضغط على زرار على اللابتوب على الموبايل بيقدر يحصل على خدمات. بالظبط. دي بقى وزاره السعاده يا فندم، من غير انشاء وزاره السعاده. وطبعا احنا مدركين حجم المعاناه اللي بيعاني منها المواطن المصري حاليا، فازاي انا اوفر له ده، وازاي الغي الانتقال المكاني بالنسبه له، يعني ان انا انتقل وكذا، ان انا اقدر اعمل ده. طب خلينا نقول نقطه، طب ما احنا عندنا شق او كبار سن او كذا مش قادرين يتفاعلوا مع هذه الوسائل الجديده، لا ابتدينا نعمل لهم كول سنترز بتخدمهم، ابتدينا نعمل لهم فروع او مراكز لخدمه المواطن. فبرضو انا برضو بحب اقول ده، لانه ساعات لما بنتكلم على التحول الرقمي يقول لك طيب هو كام في الميه من الشعب المصري قادر على استخدام هذه التكنولوجيا؟ هو عدد ماهوش السواد الاعظم، بس احنا بنعمل اليات وطرق ازاي من خلالها اقدر اخدم اهلنا من كبار السن والناس اللي هي لا تستطيع التفاعل مع هذه الوسائل التكنولوجيه، وبرضو اقدر اوفر لهم ده من خلال
كول سنترز ذكيه جدا، او من خلال خدمه المواطن اللي هو بيبقى مثلا اول الشارع بتاعه او في القريه بتاعته او في النجع بتاعه. تمام. من الناحيه الاقتصاديه ايضا، انه الحكومه يعني بتجمع عوائد بقى مقابل تقديم هذه الخدمات مباشره عن طريق منظومة التحول الرقمي، وده قلنا بيقضي ازاي على الفساد، لأنه رسوم مقابل الخدمات بتذهب مباشرة إلى خزينة الدولة، وبالتالي ده مهم جدا من الناحية الاقتصادية. تعليق حضرتك إيه أيضا على هذا الجانب؟ بص يا فندم، خليني أتكلم على حتة الرسوم دي، وإحنا شايفين في احتقان مجتمعي في حتة الرسوم اللي بتبقى موجودة عشان الخدمات. خليني أقول برضو إحنا ممكن نعمل لها كومبرومايزيشن او تفاهم مع الدوله، وده محتاج حوار مجتمعي، ان احنا نشوف الرسوم كويس، ان انا اعمل حاجات تصب في مصلحه الدوله. ما احنا على فكره احنا زي ما دايما القاده السياسيه بتتكلم انه الدوله ايه والمواطن ايه، ما هم حاجتين متكاملين. لا هو ليه انا عايز اتكلم، طب ما هو الرسوم دي كان المواطن بيدفعها لما قبل التحول الرقمي كان بيروح للمكتب او المحليات عشان يطلع رخصه، بطاقه، شهاده ميلاد وغيره، طب ما هو دلوقتي بيدفعها اونلاين. ما هي كويس. هي انا بقى ممكن افكر مع حضرتك بصوت عالي في الحته دي. طيب اولا انا وفرت على المواطن حاجه انه ينتقل، دي فلوس انا وفرتها. طب كويس. طب انا لما انا المواطن كمان ما ينتقلش، ما في نقطه انا بوفر انه في موظف اخر بيستقبله وبيتفاعل معاه، فدي ممكن تتوفر بطريقه معينه. فازاي برضو انا هنا اللي انا اقصده، ازاي احنا نرجع نقنن ده ونقلل انا عايز احفز المواطن واقول له ان الخدمه دي كمان بتوفر عليك انتقال وبتوفر عليك الوقت والجهد الحقيقه. ويا ريت لو امكن بالمنطق اللي انا والتحليل اللي انا بقوله لسعادتك، ان احنا كمان نوفر عليه جزء من تكلفه الانتقال. لا تكلفه الخدمه نفسها والخدمه. يعني انا اتمنى انه، لانه زي ما بقول لحضرتك ليه انا بقول ده وبدعو الدوله المصريه انها تلتفت لده، ان انا برضو المواطن زي ما بقول لحضرتك وهو بينتقل بيقابل موظف. فالموظف ده بقي خلاص بقي ممكن يبقى سيستم او انتليجنت سيستم، فانا هوفر ده بنسبه شويه، فانا اقدر في المجموع اخفض من قيمه الخدمه، ودي نقطه انا بدعو ان احنا نفكر فيها. تمام. طيب من الناحيه الاستثماريه، يعني اعتقد ده جزء مهم جدا، لانه دعم التحول الرقمي بيسهل على المستثمرين التعامل مع مؤسسات الدوله بشكل افضل. طبعا يا فندم، دلوقتي احنا بنشوف المستثمر ده جزء من الاشياء الجاذبه للاستثمار. احنا بنشوف انه المستثمر بيخلص، احنا كنا بنسمع في وقت على الشباك الواحد، انتهى الموضوع. صحيح. ده مفيش حاجه اسمها انا دلوقتي عندي بلاتفورم انا بخش عليها بحط البيبرز الورق اللي مطلوب مني، بقدر احصل على ترخيص او الاجازه او ان انا اقدر اشتغل في وقت. خلينا في بعض الدول بتوصل مثلا انه الخدمات دي بتبقى جاهزه مثلا وذن دقائق، لا احنا عايزين نوصل ان احنا خلصها خلال يوم او يومين على الاكثر. تمام. واخد بال حضرتك؟ فده كله بيجذب الاستثمار. طب انا كمستثمر لما الاقي مناخ والاقي ان انا عندي ترانسبيرنسي، شفافيه من خلال منظومه للتحول الرقمي بتقدر تضمن لي ان انا كل حاجتي تبقى ديجيتال زي ما بيقولوا، واحصل عليها بطريقه سريعه وبطريقه اوبتيمم، يعني بكيفيه بكفاءه منضبطه، فاكيد هاجي استثمر. ده جنب ده المناخ التشريعي لهذا التحول الرقمي. تمام. طيب ما يتعلق بانعكاس منظومه التحول الرقمي على تحسين جوده حياه المواطنين، يعني الانتقال إلى مرحلة أفضل من التعامل مع أجهزة الدولة، مع المؤسسات الحكومية المختلفة، بدون وجود بقى احتكاك مباشر مع موظفين، طوابير مرور وانتقال وغيره، يعني تعليق حضرتك على هذا الجانب. ده مهم جدا يا فندم، ده زي ما قلت حضرتك بيقضي على الفساد بنسبة كبيرة جدا. صحيح. كمان هفتح مع حضرتك نقطة كمان، to be digital to be green. تخيل بقى انك تبقى ديجيتال، ده بيساعد على الاقتصاد الاخضر. على فكره الديجيتال هو مرتبط بالاقتصاد الاخضر، اللي هو زي ما احنا
ونقدر نربطه بالفكر اللي كان بيطرح في مؤتمر المناخ وكذا. ده بقى مهم جدا وحاجه مهمه جدا، لاني انا لما بقلل الانتقال بقلل مثلا الترانسبورتيشن، فبقلل الانبعاث. طيب وبقدر احافظ على ان انا مثلا ما ارميش حاجه، ما استهلكش حاجه والوث البيئه زي ما بيقولوا. هي منظومة متكاملة بالإضافة لحاجات تانية كتير جدا. ده بيقدر مثلا استخدام التحول الرقمي مثلا في القطاع الزراعي، بيديني قدرة على أن أنا أحسن من وأرشد من استخدامي للمية اللي أنا بـ 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 في الري وكذا وكذا. في تشعبات، وقطاع التحول الرقمي ده على فكرة ضارب بأهميته في أركان كتير جدا جدا يا فندم. والبعض بيربط أيضا بينه وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. هو إحدى الأضلع المهمة لتحقيق، أنا زي ما قلت لحضرتك في رؤية مصر 2030 البند السادس هو بيتكلم كله على التحول الرقمي وأهميته للإصلاح الإداري والإصلاح المؤسسي وإصلاح مناخ الاقتصاد والبيئة. نعم. تمام. نعم تمام. طيب خلينا نتكلم عن الطفرة اللي حدثت في منظومة التحول الرقمي في مصر مؤخرا. ازاي شايفها؟ شايف جهود الدولة في هذا المجال ازاي؟ شايفها كويسة، بس انا محتاجين هذا يتم التصارع فيه بطريقة بوتيرة اسرع، الاكسلريشن بتاعه يبقى اسرع دلوقتي. وانا اشفق على الدولة، لان احنا مرينا بسنتين كورونا ومرينا بالأزمة الروسية الأوكرانية اللي هي أثرت اقتصاديا وبنشوف تبعاتها لغاية دلوقتي. فهو ده في تقديري اللي أدى لتباطؤ إنجاز التحول الرقمي والانتقال حتى كمان للعاصمة الإدارية الجديدة وكذا وكذا. لأنه الانتقال للعاصمة الإدارية على فكرة إحدى أركان التحول الرقمي يا فندم، وإحدى أركان الحكومة الذكية، وإحدى أركان اللي بتخدم بيها الحكومة مواطنيها بطريقة ذكية وبتوصل لهم بخدمات مرقمنة. فده مهم جدا 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 يعني. فعشان كده بقول لحضرتك، يمكن وشفنا زي ما بقول لحضرتك طيبه واحد، شفنا وشغله في الانفراستراكشر وهكذا والانترنت وكذا وكذا. لكن احنا محتاجين، لانه ده خلي بال سعادتك اولا هيسهم ان انا اقدر اوصل الدعم لمستحقيه واوصل خدمات لمستحقيها واقدر اسيرف على خدمات المواطن بطريقه احنا محتاجينها كفرض عين في الظروف اللي احنا بنمر بيها. صحيح. وهتقدر ترشد كثيرا من الانفاق الحكومي كمان. طيب حضرتك ذكرت الخدمات المقدمة للمواطنين عبر التحول الرقمي، ويمكن فلسفة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بيهدف لرقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها للمواطنين عبر القنوات التكنولوجية المختلفة أو الرقمية. أهم هذه الخدمات إيه؟ حاجات كتير يا فندم. احنا بنشوف الخدمات الصحيه، بنشوف وشفنا ده في الفاكسينيشن، بنشوف الخدمات. طيب. بتاعت وزاره العدل، ازاي انا اقدر اطلع اشوف التقاضي واسرع التقاضي وكذا وكذا، خصوصا في محاكم الاسره. انا شايف انه ده مهم جدا، حصول على شهادات الميلاد، الحصول على الرخص قياده، الحصول على شهادات المخالفات وكذا وكذا. وقيس على ده بقى كل الخدمات الحكوميه يا فندم. وانا اللي قلته لحضرتك اللي ذكرته ده الخدمات اللي تم انجازها من خلال بوابه، وخدمات المستثمرين من خلال. صحيح. بوابه المستثمرين في هيئه الاستثمار، وخدمات كثيره جدا يعني. وهو يجب انه، انا شايف انه مع الانتقال للعاصمه الاداريه الجديده يجب انه اغلبيه، او عايز اقول كل بصراحه، هذه الخدمات يجب انها تبقى مرقمنه. ده فرض يا فندم، ده شيء مهم جدا جدا. وده عشان كده انا قلت لحضرتك مهم الاكسلريشن في ده يتم. ويتم كمان فكر الاي بايمنت، الدفع الالكتروني، ده مهم جدا. لانه هو انا عشان احصل على هذه الخدمه الرقميه لازم ادفع. طب هدفع ازاي؟ هما الاثنين متلازمين الحقيقه. بالظبط بالظبط. جدا تمام. بالزبط. طيب شايف التحديات اللي بتواجه التحول الرقمي في مصر ايه؟ طبعا بص يا فندم، اي حاجه جديده ليها اوبوزيشن، ليها طبعا معارضه. يعني الحد اللي كان مستفيد من الكوربشن، من الفساد. صحيح. وكذا وكذا، هيبقى طبعا
بيعمل اوبوزيشن كبير جدا جدا جدا. كل ما هو مش منضبط هيعمل اوبوزيشن كبير جدا جدا. او ممكن يكون بسبب انها ثقافه جديده يعني عدم التعود عليها. طبعا طبعا، ما زي ما بقول لحضرتك احنا يعني كمان الانسان عدو ما يجهل، ويجب عشان كده ان احنا زي ما شفنا الفتره اللي فاتت بنعمل اويرنس لاهميه المناخ وكذا، وبايه شايف انا في وعي مناخي عند المواطن البسيط، يجب ان احنا كمان على نفس الوتيره نتكلم على التحول الرقمي، لان وسيله مهمه جدا، وسيله هترشط حاجات كتير وهتفيد المواطن جدا، وهتقدر تفهمه ان دي حاجة مفيدة ليك، وهتقدر يعني في الوقت لما بنشوف المواطن بيروح انه يحصل على خدمة ويتقال له السيستم واقع، وممكن يكون السيستم له واقع ولا حاجة، صحيح، فدي برضو نقطة مهمة جدا، ويجب الضرب بيد قوية جدا على انه لا خلاص هي دي التول الوحيدة انا احصل على خدمة، انها تبقى مرقمنة، وازاي انا كمان احاسب الجهات الحكومية اللي تقصر في انها تلبي للمواطن هذه الخدمة بهذه الكيفية. ده مهم جدا. طيب هل شايف انه تبقى في جهة واحدة هي اللي بتلبي خدمة معينة للمواطن، ولا ممكن تكون اكثر من جهة ويبقى في بينهم تنافس مين اللي هيقدم الخدمة بشكل افضل بشكل اسرع بشكل ارخص للمواطن؟ يعني زي ما احنا بنشوف مثلا، تشوف اهم وزاره مثلا، مهم ان احنا نقول انهي وزاره انجزت التحول الرقمي فيها، صحيح، وبقي عندها تحول رقمي مثلا بنسبه 100% في خدماتها، ده مهم انه نشوفه ونخلي في تنافس في الحته دي، ده مهم. مهم ان احنا نشجع، ده مهم ان انا زي ما قلت لحضرتك ان انا اقول للمواطن لو كمان انت تحصل على الخدمه دي من خلال التحول الرقمي هتخفض ليك النفقات، فدي دافع دايما دايما، دي الجزرة يا فندم. يجب ان انا اي حاجة جديدة احفز عليها واحط حاجات وحزم محفزة للحصول عليها وكذا وكذا. لا طبعا ده مهم جدا جدا جدا. تمام. طيب خلينا نتكلم عن التخوف من سلبيات التحول الرقمي. اي حاجة في الدنيا ليها مميزات وليها عيوب او ايجابيات وسلبيات. كلمنا عن الايجابيات. سلبيات التحول الرقمي، ناس بتتخوف من فقدان بعض الوظائف. بص يا فندم، لا هو طبعا هيعاد تسميه الوظائف، هو تشينج مانجمنت، يعني انا دلوقتي زي ما انا مثلا كان في موظف بيستقبل، لا اخليه في الباك اند يخدم حاجات تانية، لكن لا بالعكس، بالعكس التحول الرقمي بيفتح اسواق، يعني انا بتكلم على الدوله وعلى المواطن وكمان على القطاع الخاص. انا دلوقتي لما هبقى دوله بتتحول رقميا ده هيدفع الاستثمار عندي، طب ده هيزود النشاطات، ده هيزود التشغيل، ده نقطه مهمه. لكن هيبقى في بعض المهن بتندثر وفي مهن بتستحدث، وعشان كده احنا بنشوف الجامعات بتاعتنا لازم كمان تبقى بتلبي الاحتياج، هذا الاحتياج التكنولوجي، ودي بنشوف الجامعات التكنولوجيه دلوقتي يا فندم، ده مهم جدا، وده ما هو انا لازم اغير الفكر ده ولازم نبقى فاهمين ده. لكن بالعكس التكنولوجيا زي برضو التكنولوجيا دايما احنا بنقول التكنولوجيا رخيصه مش غاليه، لانه انت لما بتستخدم وسيله تكنولوجيه دي بتوفر عليك وبتمنع ايرورز كتير جدا وبتحسن وهكذا، يعني على المدى الطويل اقتصاديه وبالعكس، صحيح. فلا طبعا خالص، انا دايما بحب اتكلم على الحته دي تماما، التكنولوجيا هتزود العماله وهتزود بيئه الاستثمار وهتزود الانفستمنت وهتحسن المناخ وهتفتح لنا فرص اوفر وفرص ذكيه وفرص القيمه الاستثماريه بتاعتها اعلى، حتى الموظف اللي بيشتغل وهو عنده طول تكنولوجية وفي قطاع تكنولوجي مرتبه اعلى، لانه اذكى مش اذكى بقدرات وبفعل على الارض. فلازم نفهم الناس كده وندفعها وندفع شبابنا، وهو اوريدي الشباب هو المذر تانج بتاعه التكنولوجيا، فبالعكس ازاي بقى انا استفيد من الشباب ده وادخله يفيد الاقتصاد ويفيد الناتج القومي وازود الوعاء الدولاري بتاعي، وازاي اصدر، يعني احنا شفنا القياده السياسيه بتتكلم على انه الصناعه يجب انها تدخل 100 مليار دولار. انا بقول وبكرر كثيرا الكلام ده انه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
والتحول الرقمي قادر انه لوحده يدخل ال 100 مليار دولار للدولة المصرية في اللازمن. صحيح. طيب بما اننا اتكلمنا عن علاقته بالوظائف وقلنا ان هو بيستحدث وظائف جديدة وفي وظائف اخرى بتندثر، طيب تأهيل الموظفين بقى يعني على التحول الرقمي، على التعامل مع آليات التكنولوجيا في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة، ده ازاي يحصل بحيث يبقوا مواكبين لتطور سريع في هذا المجال؟ حضرتك لمست نقطة مهمة جدا جدا، الهيومن ريسورسز، المورد البشري. هذا المورد البشري يجب ان هو يبقى يتعلم انه يستخدم هذه الوسائل التكنولوجية، واخد بال حضرتك؟ فانا ده مهم جدا، ومهم جدا في كل القطاعات. يعني انا دلوقتي مهم جدا انه الشباب ابتدي ادربه كمان في جامعاتنا ازاي يبقى بيستخدم التولز التكنولوجية دي، بيبقى بيدرس مواد ساينتفك علمية حديثة جدا تناسب ده. طيب اللي خلاص اللي اتخرج واشتغل واللي بقى في سوق العمل، ازاي انا اعمل له دورات تأهيلية انه يستخدم هذه الوسائل؟ ده مهم جدا يا فندم. التريننج، في حاجة اسمها الكونتينيوس ليرنينج، التعليم المستمر. انا دايما بدي المثل ده، هو محمد صلاح ما ينفع ينزل ماتش من غير ما يسخن او يتدرب قبله؟ صحيح، ما ينفعش. فلازم احنا كلنا نبقى عندنا فكرة الكونتينيوس ليرنينج، لانه في تسارع كمان في الوسائل التكنولوجية المستخدمة، ويجب ان انا اطور الجهاز الاداري بتاعي وادرب مورده البشري ويبقى هو جاهز ومؤهل انه يستخدم هذه التكنولوجيات الحديثة ويقدر يستخدمها بطريقة يعني فعالة. لانه يا فندم تاني، ما هو انا ممكن اتحول رقميا ما بقاش عندي المورد، ما هو على فكرة تاني هو مش جهاز، هو جهاز وانسان. صحيح. وانسان بيطور، هو على فكرة الانسان هو اللي بيحدث عملية التطوير الدائمة في الاجهزة. فلازم الانسان، دايما بنقول الاهتمام بالانسان جدا وتدريبه وتاهيله وانه يبقى اب تو ديت، ده مهم جدا جدا جدا. طيب بما اننا اتكلمنا عن تاهيل الانسان، فيبقى الانسان بقى المفروض يؤهل من المدرسه. طبعا. ازاي ناهل طلاب المدارس ثم طلاب الجامعات اذا استحدث مواد تكنولوجيه جديده يتم تدريسها في الجامعات علشان الخريجين يبقوا قادرين هما يواكبوا التطور في سوق العمل او مؤهلين لسوق العمل؟ بص يا فندم، انا هتكلم على حته كانت شائكه جدا في فتره، مثلا التيبلت يا فندم. ده تول. لازم التيبلت ده يبقى مع الطالب ويستخدمه، بس لازم يبقى معاه ماده علميه ذكيه بتعتمد المالتي ميديا وتعتمد التفاعليه، وده مهم جدا. يعني لازم يبقى عندي محتوى ذكي وتكنولوجي، ولازم يبقى من خلال وسيط تكنولوجي زي التابلت، ولازم اعتمد على مناهج بتدعم الفكر. ولازم اسرنا المصريه تبقى مهتمه، تبقى عارفه. احنا بنشوف انه الاسره المصريه بتانفست بكل طاقتها في ولادها، وزي ما يقولوا بيعملوا كل صحيح، بيتعبوا وبيشقوا كذا وكذا عشان ولادهم. طيب لازم ندرك انه انا طب بديله جوده تعليم ازاي؟ مش عشان اهم حاجه يبقى معاه شهاده، لا، عشان يعرف يشتغل. اللي هو التعليم غايه ولا وسيله؟ هو وسيله وليس غايه. يعني هو زي ما بنقول دايما الابلايد ساينس يا فندم، طيبه العلم في تطبيق العلم وليس العلم المطلق. انا لو انا اتعلمت I cannot apply this science، اطبق هذا العلم، يبقى العلم مش يعني هو وسيلة. فلازم نعمل هذا الوعي، ولازم نعمل هذا الفكر انه يبقى واصل. ولازم الأسرة المصرية تساعد. ما هو تاني انا ما بحبش ابدا ان نقول الحكومة والقيادة السياسية والشعب، ما هو ده احنا كلنا حاجة واحدة، بس هو حد بينفذ لنا حلمنا زي ما اقول. لازم نرجع بقى نفكر بالفكر ده بقى، ما نبقاش منفصلين بعضنا على بعض، ونبقى عندنا حلم كبير كلنا بكل واحد بمسماه في الحته بتاعته، ان احنا نشتغل على التوازي لتحقيق هذا الحلم. انت شايف ان في فجوه ما بين
النظري والعملي، للأسف يا وما فندم، فيش تكامل ما بين المؤسسات المختلفة والأسرة في البيت والمدرسة للأسف في والجامعة. تحايل. يعني أنا بتحايل، يعني شوية بنشوف إيه، يقول لك البوكلت، طب ولا أنا أطبع ورقة وأحل كمان في على التيبلت، إيه ده؟ إزاي يعني؟ صحيح. هو ليه يا جماعة؟ هو إيه الهدف في الآخر إيه؟ هو الهدف في الآخر إيه؟ الهدف إن أنا أبقى شاطر في استخدام التكنولوجيا، وأبقى بتعلم من خلال معلومة حديثة جديدة تكنولوجية بتفيدني. ده مهم جدا، مش ان انا اجيب كام في الامتحان، المهم مش اجيب كام، المهم بعد ما اطلع هعرف اشتغل، استفيد بالفعل، هعرف اشتغل، هبقى مؤهل لسوق العمل. صحيح. هل انا دلوقتي لما يجي مستثمر بره هيجيب رجالته معاه ولا ياخد رجالة من هنا؟ هو ده مهم يا فندم. صحيح. ده مهم ان احنا الاسره المصريه نساعد بعض، ولازم نعمل هذا ده، ولازم يبقى انا رايي انه احنا ساعات بنعمل حاجات وما بنفهمش الناس والشعب احنا بنعملها ليه. هنا في جاب، في جاب، احنا ممكن نكون بنجري في حاجات حلوه كتير، بس الناس ممكن نبقى احنا مش متفقين عليها ومش فاهمينها، فمش عارفين نستخدمها، والانسان عدو ما يجهل. تمام. طيب، موقع مصر على خريطه التحول الرقمي سواء افريقيا عربيا عالميا ايه، ومستقبل التحول الرقمي في مصر شايفه احنا ازاي؟ شفنا من فتره مؤشر كيرني، وده مؤشر تكنولوجي بيحط مصر في المرتبه ال 15، وده ترتيب وتصنيف كويس عالميا. 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 بس صدقني برضو انا غير راضي على الوضع الحالي، لان احنا نستاهل اكتر من كده واحسن. صحيح. من كده، وعندنا ما يؤهلنا لاحسن من كده، ويجب ان احنا تاني نبقى فاهمين قدراتنا، ويبقى عندنا الابروتش ورؤيتنا وهدفنا اكبر من كده، ونسعى للاكسليشن، تسريعه، لانه الدوله المصريه وتيرتها هديت شويه كتير، فعندنا جاب. وانا بقول خلينا نعترف ان في مشاكل عند الشعب وعند القياده السياسيه، وكل ده كل ده نقدر نحله مع بعض، وازاي ان احنا نفكر ازاي نبقى احنا شعب منتج. وعشان نبقى شعب منتج لازم نبقى شعب عنده وسائل وعلم يقدر يقدمه، ويقدر من خلاله يحصل على حقه. صحيح. ويبقى قد ايه مننا منتج، قد ايه بنصدر، قد ايه مننا قادر انه حتى صدقني المهن اليدويه بتاعتنا ازاي تبقى بتتحط في بوتقه بعد كده يروج لها تكنولوجيا. على فكره في حاجات تضافرها مع بعض هيحطنا في حتة تاني خالص. صحيح. وإحنا نمتلك ده، نمتلك. صحيح. القدرة على ده. أنا بشكرك المهندس روماني شكري جزاء الله، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. شكرا اتشرفت جزيلا. شرف كبير يا فندم. ميرسي جدا. مشاهدينا، انتهت هذه الحلقة من قضايا تشريعية، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.